عايز اهني كمان الفرق اللي صعدت للدوري الممتاز اللي كان في الدوري الممتاز وهتدخل ابتداء من الموسم الجديد، وعايز اقول حظ افضل للفرق اللي هبطت، واتمنى ان هي يكون ليها حظ اوفر وحظ افضل في الفتره القادمه. Todos os clubes onde nós já fomos, nós já fizemos visitas, agradecer à recepção e agradecer também aos trabalhadores a disponibilidade que tiveram para podermos trocar ideias sobre o nosso povo. عايز كمان أشكر كل الأندية والمدربين اللي استقبلونا أثناء الزيارات بتاعتنا ليهم، وعايز أشكرهم بصفة خاصة على حسن الاستقبال وكمان على المحادثات اللي حصلت بينا علشان نتبادل الآراء عن الكرة كرة القدم المصرية بصفة عامة. Nós vamos dividir este período em dois grandes momentos. فيما يخص المعسكر المنتخب اللي احنا هنعمله في الفترة القادمة، احنا قررنا ان احنا نقسم المعسكر ده الى فترتين، الى مدتين زمنيتين يعني. E essa é a explicação que agora vos vou dar. Nós vamos ter primeiro período de 13 a 17, e depois segundo período que começará a 19 a 27. هيبقى عندنا فترتين، فترة من يوم 13 ليوم 17، دي الفترة الأولى للمعسكر، وفترة تانية هتبقى من يوم 19 ليوم 27. Este primeiro período será para os jogadores que estarão disponíveis. Isto é, jogadores que estejam a jogar fora do país ainda não podem vir antes do dia 19. Os jogadores que estão nas competições africanas também não podem vir porque têm essas mesmas competições. الفترة الأولانية احنا هنبقى معانا اللاعبين المحليين، لأن في الفترة الأولانية ديت مش هينفع يكون معانا اللاعبين اللي بيلعبوا في خارج البلاد يعني خارج مصر، وبرضه نفس الوضع بالنسبة للاعبين المشاركين في البطولات الإفريقية من الأندية المحلية، يعني الفترة الأولانية هتبقى للاعبين المحليين. Nós temos de saber para onde é que queremos ir. E os grandes polos são 2026 e 2024 mais rápido. E portanto, nós sabemos, temos que saber o que queremos lá chegar. E queremos chegar muito bem. E temos agora que pensar no processo para lá chegar. والاهداف بتاعتنا لازم يبقى ليها خطط علشان نعرف احنا عايزين نوصل لايه. عايزين نوصل لايه بالظبط لغايه ما نوصل لسنه 2024، ونوصل ايه اهدافنا تبقى ايه عشان نوصل ل 2026. فلازم نحدد الاهداف بتاعتنا ونحدد عايزين نوصل لايه بالظبط. Eu sou treinador que tenho uma convicção, tenho convicções, e não vou dar a mudar de estágio para estágio permanentemente de ideias. Não vou estar a olhar, este jogador está muito bem, não vou estar a mudar permanentemente de ideias. Isto quer dizer que nós temos uma equipa pensada, temos uma ideia de jogo pensada e vamos ao encontro daquilo que são os jogadores que nos dão resposta a essa ideia. احنا لينا طريقة معينة وخطة معينة للعب بنحاول دايما نركز فيها في كل معسكر، بنحاول نمشي بالخطة بتاعتنا والطريقة بتاعتنا في الأداء، ومش مش مش صح إن كل معسكر نغير في الطريقة ونغير في الأداء ونغير في أسلوب اللعب وفي أسلوب اللعيبة وما إلى ذلك، فدايما بنحاول إن احنا نطور من نفس الطريقة بتاعتنا وفي الأداء نطور منها نفسها من غير ما نغيرها. O que o futebol egípcio que nós vamos precisar não é, é algo que vamos começar a intervir, mas é algo que tem que ser mudado gradualmente, com o tempo. Porque é algo mais profundo na minha perspectiva. في رأيي الكرة القدم المصرية من البطولات يعني أو من الدول اللي فيها كرة قدم، كرة قدم جيدة يجب تطويرها مش تغييرها، فهو أهم حاجة التطوير، الأداء جيد ولكن يجب تطوير.